الآن نشرة الأخبار مع سؤد الطارق. نشرة رئيسة لأهم الأنباء، أهلا بكم. نبدأها بأهم ما فيها. تحسبا لسلالة كورونا الجديدة، الإغلاق الصحي يدخل حيز التنفيذ، وتحذيرات من استغلال الأزمات للدعاية الانتخابية. مخاوف من تأثير الإغلاق الصحي على الوضع الاقتصادي، وخلية الأزمة تدعو المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصحية. إحباط هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية بمطار بغداد، وواشنطن تحذر طهران من تهديد مصالحها في العراق. رئيس الجمهورية يشدد على حماية البعثات الدبلوماسية، وواشنطن تلوح بإغلاق سفارتها في بغداد. وفي خطوة نحو التدويل، أربيل تدعو الأمم المتحدة لتكون طرفاً ثالثاً في مفاوضاتها مع بغداد. أهلاً من جديد. دخل قرار إغلاق المرافق الاجتماعية حيز التنفيذ، حيث قررت الحكومة إغلاق المولات والمحال التجارية لمدة أسبوعين لمواجهة انتشار سلالة كورونا الجديدة. وشمل القرار المرافق الاجتماعية كافة في بغداد والمحافظات لمواجهة النمط الجديد من فيروس كورونا وتجنب تفشيه في البلاد، فيما دعت خلية الأزمة الخاصة بمواجهة كورونا أصحاب المحال التجارية والمواطنين للالتزام بالقرار، إلا أن عددا من المحافظات لم تباشر بالإغلاق، مبينة أن الأوامر بذلك الخصوص لم تصلها بشكل رسمي، مؤكدة أن موقفها الوبائي تحت السيطرة. هذا وأثارت قرارات الإغلاق الصحي الأخيرة مخاوف التجار من ركود اقتصادي سيصيب الأسواق من جراء القرار في ظل الأزمة المالية وقرارات تغيير سعر الصرف وتأثيره في القدرة الشرائية للمواطن. وتظاهر عدد من التجار وموظفي المولات أمام محلهم في بغداد احتجاجا على قرار إغلاق المراكز التجارية في ظل الأزمة المالية الراهنة، مطالبين بعدم التضييق عليهم، مشيرين إلى أن ذلك القرار سيسهم بإغلاق محال ومشاريع تجارية عديدة. دعت خلية الأزمة في مدينة الفلوجة المواطنين إلى الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية كافة لمنع تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا. رسالتنا كخلية أزمة في مدينة الفلوجة التزام جميع الأهالي بتوجيهات خلية الأزمة بالتباعد الاجتماعي وعدم إقامة التجمعات والمناسبات حفاظا على أهلنا من هذا الوباء. بالإضافة راح تكون هناك كثير من حملات التوعية اللي إن شاء الله راح تنفذ خلال الساعات القليلة المقبلة لضمان سلامة أهلنا والحرص على سلامتهم، ونتمنى أنه ما يكون هناك تجمعات، نضمن أن يكون أيضا تباعد اجتماعي. هذا وأبدى أهالي الفلوجة مخاوفهم من عودة خلية الأزمة إلى إعادة فرض حظر التجوال، مطالبين بإجراءات مدروسة أكثر لمنع تفشي كورونا وتخفيف الضرر على وضع المواطنين الاقتصادي قدر الإمكان. يعني إذا الحكومة تفكر عدنية تفكر هالشكل، أنه وإحنا مع الحكومة أنه سوى حظر وتقلص الحركة، نعم، بس انه تراعي المواطن، تراعي الوضع الاقتصادي، الوضع المعاشي، الوضع المادي للمواطن، وتعمل على ذلك كمساعدات، كدفع مادي، دفع اقتصادي، لانه المواطن ابسط حلقة صار اليوم. احنا مع الحكومة في فرض الاجراءات الصحية والوقائية، ما حد يريد يقبل انه يزيد عدد الاصابات في داخل المدينة، لكن
الحكومة يجب أن تضع في أمام نصب عيونها الحالة المعيشية لأهل المدينة خصوصا والعراق بصورة عامة، خصوصا إذا ربطناه مع ارتفاع سعر الدولار وإحنا نشوف ركود اقتصادي كبير جدا مع إجراءات الوقاية، لربما في الأيام القادمة لربما حظر، هذا يعكس دور سلبي على معيشة المواطن. تضرر المواطنون في مدينة الفلوجة كثيرا بعد رفع أسعار السلع الأساسية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، ما اضطر السلطات إلى التدخل في محاولة منها لتثبيت الأسعار. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الآتي. شهدت الأسواق في مدينة الفلوجة ارتفاعا في أسعار البضائع والسلع خاصة الغذائية منها بعد تغيير سعر صرف الدولار. أحد أصحاب المحال لم يجهز محله بالبضاعة بسبب هذا الارتفاع. السوق صعد والله ما دا أجيب بضاعة، انتظر بلكي إن شاء الله على الأسبوع اللي يجيب بشرونا بخير إن شاء الله. قالوا السوق ينزل ونتسوق إن شاء الله على مود المواطن. إيش قد صار لك أنت ما متسوق؟ والله صار يجي من صارت هاي 5 أيام 6 أيام ما تسوق فد نوب. الحركة شلون هالشيء؟ تعبانة والله. شلون يعني؟ تعبانة فد نوب. عندي معامل 2-3 كانوا ياخذون هذول معمل مال حلويات، قالوا والله السوق تعبان فد نوب هسه عندنا. دائرة الأمن الاقتصادي التابعة لمديرية مكافحة الجريمة المنظمة قامت بجولة ميدانية في أسواق الفلوجة من أجل متابعة الأسعار ومحاسبة المخالفين مع أخذ تعهدات قانونية من الذين رفعوا أسعار السلع. طبعا احنا في أحد المراكز التجارية المهمة في قضاء الفلوجة لمتابعة أسعار بخصوص ارتفاع الأسعار المواد الغذائية والخضر والفاكهة وكل المتطلبات اللي يحتاجها المواطن. لاحظنا أسعار ارتفاع أسعار بسيط بالأسعار، والبيع يتضمن أنه اللي يبيع به صاحب المركز، يعني تختلف الأسعار من مكان إلى آخر. أصحاب المراكز التجارية قالوا إن أحد أسباب ارتفاع الأسعار هي قيام التجار المحليين ببيع البضاعة بالدولار بعد إن كانت بالدينار العراقي، وخاصة شركات المواد الغذائية الأساسية ذات الاحتياج اليومي عند المواطنين. يعني بدون أرباح، هامش ربح لغينا الفترة الحالية، لغينا هامش الربح من عنده. أما المواد العراقية فبقت محافظة، بس إحنا أكثر شيء نشوف إنه الأسعار أكو إنتاج محلي كان ينباع بالدينار العراقي، مثال ذاك شركة اتحاد الزيوت والدهن والسكر، فمن صارت الأزمة حول إلى الدولار، وهذا ما ضاعف من أسعارهم بشكل يعني طفرات قوية وأثرت على الأسواق المحلية وهي مواد أساسية. لقناة الفلوجة، سلام خالد. أما الآن ينضم إلينا مراسلون من بغداد العاصمة علي عبد الكريم من أربيل، بشير الحسن، ومن مدينة الفلوجة سلام خالد. ونبدأ معك علي عبد الكريم من بغداد العاصمة. إذن قرار الحكومة بإغلاق المحال التجارية والمولات يبدو أنه دخل حيز التنفيذ، لو تضعنا في صورة ذلك يعني القرار. مرحبا بك زميلتي وبكل مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية. بعد الإعلان عن سلالة جديدة من كورونا وأيضا الإعلان عن مجموعة من الحفلات في العاصمة بغداد وفي عموم البلاد بمناسبة رأس السنة، تم إصدار عدد من التوجيهات من قبل السيد وزير الصحة في جلسة مجلس الوزراء، وتم خلاله ومن خلال ذلك إغلاق عدد من المولات التجارية وأيضا المطاعم والأماكن الترفيهية ومدن الألعاب ابتداء من اليوم ومن الساعة 7 مساء إلى 6 صباحا ولمدة أسبوعين. أبرز هذه القرارات هي كانت إغلاق المدن إضافة إلى متابعة المدارس من خلال الدوام ليوم واحد، وأيضا متابعة المدارس الأهلية التي بدأت تضرب الدوام وتداوم خلال يعني خلال مدة أيام الأسبوع جميعها، بالإضافة إلى ذلك إغلاق الحدود مع عدد من الدول. إلى أي مدى أثر ذلك القرار؟ تحديث أي دولة أخرى علي، إلى أي مدى أثر ذلك القرار على الحركة التجارية بشكل عام، خصوصا يعني كما تفضلت بأن ذلك تزامن مع رأس السنة الميلادية؟
نعم، بالتالي أصحاب الحفلات ومتعهدين الحفلات وأيضا الذين يعملون في المولات يعتبر هذا بالنسبة لهم موسم وهناك اتفاقيات، فبالتالي يعني خرب عنهم الكثير من العمل مما أدى إلى خروجهم تظاهرات خاصة مول المنصور وأيضا المولات الأخرى، أنهم كانوا يعني مستائين من هذا الموضوع لأنه يعني راح يأثر على عملهم بصورة أو بأخرى، خاصة أن هناك تم بيع عدد من التذاكر الكبيرة. نعم جميلة. طيب يعني علي، نستغل وجودك معنا أيضا لنسأل بخصوص إحباط الهجوم على قاعدة عسكرية في مطار بغداد الدولي، هل صدر توضيح بشأن ذلك الهجوم؟ هل هناك يعني من يعني جهات وربما تمت الإشارة إليها بشكل أو بآخر متورطة بتلك المحاولة؟ نعم جميلة، العملية بنت على أساس عملية استخبارية، حيث منذ الصباح الباكر شاهدنا شوارع العاصمة جميعها، هناك إجراءات أمنية مشددة وسيطرات مشتركة في عموم شوارع العاصمة بغداد، بالتحديد شاهدنا شوارع الكرادة وأيضا المدن المناطق القريبة من مطار بغداد، شاهدنا فيها انتشار أمني مكثف. أما وزارة الداخلية والجهات الأمنية لم تعلن عن الجهة التي تقف وراء ذلك بعد إحباط العملية التي كانت من الممكن أن تؤدي في مطار بغداد. من بغداد إلى مدينة الفلوجة مع مراسلنا سلام خالد، أيضا يبدو بأن الوضع الأمني أو هناك محاولات لخرق استتباب الوضع الأمني في مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار بشكل عام بعد محاولة استهداف مبنى المحافظة بهجوم صاروخي، هل هناك أيضا توضيح بشأن ذلك الهجوم خاصة أنه تم اعتقال عدد من الإرهابيين؟ نعم سؤدد، يعني بما حصل عصر هذا اليوم من إعلان وكالة الاستخبارات من إحباط محاولة لهجوم صاروخي يستهدف مبنى محافظة الأنبار ب 46 صاروخ، بصراحة هذه المحاولة جنبت محافظة الأنبار كارثة كبيرة، وإن دل على شيء دل على أن القوات الأمنية في الأنبار يعني اتخذت من موقف الدفاع إلى موقف الهجوم، فهي استطاعت أن تضبط هذه المعدات التي كانت تستخدم أو يراد منها أن تستخدم لضرب مبنى المحافظة بوقت قياسي، إضافة إلى هذه العملية أكيد يعني جاءت بعد تنسيقات أمنية بين الدوائر الأمنية المختلفة في محافظة الأنبار، ولكن المواطن يستغرب يعني الأنبار مستقرة أمنيا وعلى لسان أبنائها وحتى قادتها الأمنيين، لماذا استهداف مبنى المحافظة؟ نعم هناك جهات لا ترغب أن تكون الأنبار محافظة آمنة ومستقرة، خاصة يعني يوم أمس هناك يعني تفريغ لمخيمات النزوح من أجل إنهاء هذا الملف، فهناك يعني من يريد أن يخل في الأمن في محافظة الأنبار، ولكن كما حصل عصر هذا اليوم هناك جهات أمنية منتبهة وعين ساهرة تعمل على حفظ الأمن والاستقرار في الأنبار. نعم سودة، أيضا يعني فيما يتعلق بقرار إغلاق المحال التجارية مع تفشي موجة جديدة أو سلالة جديدة من فيروس كورونا، يعني هل يبدو بأن مظاهر الإغلاق يعني بدأت أو دخلت حيز التنفيذ في مدينة الفلوجة وعموم محافظة الأنبار سلام؟ الإغلاق هو كما هو محدد يعني هي المرافق الخدمية والاجتماعية من مراكز تجارية كبيرة أو منتزهات أو مطاعم، ولكن أصحاب المطاعم والمحلات هم قلقون ويخشون تطبيق هذا القرار لسبب واحد، أنهم لحد الآن لم يستطيعوا رد الديون المترتبة عليهم من جراء الحظر السابق في فصل الصيف عندما تفشت جائحة كورونا، فهم يخشون من وضع اقتصادي مزري خاصة مع ارتفاع سعر صرف الدولار مع تأخر الرواتب موضوع الموازنة العامة، يعني هي أمور ومشاكل مترابطة فيما بينها، وهم يناشدون الحكومة ويطالبوها أن تأخذ بنظر الاعتبار الوضع المعاشي، خاصة عندما كان هناك حظر للتجوال، الكثير من أصحاب الدخل المحدود من أصحاب محلات قد أصبحوا عاطلين عن العمل لكونهم لا يتمكنوا من دفع إيجارات حتى محلاتهم وليس سد رمق عوائلهم،
فبالتالي هناك خشيه من اعاده حظر التجوال الشامل، وهم يطالبون الحكومه ان تمد يد العون والمساعده الى كل من يحتاجها من ابناء الشعب العراقي حتى لا يمر بضائقه عند تطبيق الاجراءات الصحيه والوقائيه. نعم، توضحت الصوره. الى اربيل مع مراسلنا بشير الحسن. بشير، يعني دخل قرار إغلاق المحال التجارية والمولات حيز التنفيذ في أربيل وطبعا في إقليم كردستان بشكل عام، أم لم يدخل حتى الساعة؟ ويعني لو تضعنا أيضا في صورة الوضع الاقتصادي في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي. بداية أهلا سودة. الحقيقة يعني بعد التأكيد من قبل خبراء وعلماء بوجود سلالة جديدة ضربت أوروبا عموما وبريطانيا خصوصا، الحقيقة تعالت الأصوات والتحذيرات في عموم البلاد وكذلك هنا في إقليم كردستان بضرورة سرعة اتخاذ كافة الإجراءات والاحترازية والوقاية لحد من تفشي هذه الظاهرة. وعلى الفور اليوم حقيقة كان هناك اجتماع مهم لخلية الأزمة هنا في أربيل، واتخذت يعني وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان جملة من القرارات المهمة، تمتد هذه القرارات من اليوم لحد 15 من الشهر القادم، يعني بحدود أسبوعين. تضمنت هذه القرارات المهمة يعني منع سفر مواطني إقليم كردستان إلى 8 دول، من هذه الدول بريطانيا وبلجيكا وإيران واليابان والنرويج وكذلك أفريقيا الوسطى وأفريقيا الجنوبية. الحقيقة أيضا يعني هناك تم غلق يعني العديد من المعابر الحدودية والمنافذ الحدودية بين تركيا وإقليم كردستان وأيضا مع إيران، منها إبراهيم الخليل ومنفذ باشماخ. ايضا يعني حقيقه اصدرت يعني جمله من التحذيرات المهمه لمواطني اقليم كردستان، وفرض غرامات تصل هذه الغرامات الى بحدود 1 مليون دينار عراقي على كل من يعني يرتدي او كل من لم يرتدي كمامات وكفوف في الاسواق والمحال التجاريه. ايضا هناك يعني من جمله هذه القرارات التي اصدرتها يعني وزارة الداخلية في حكومة الإقليم كذلك يعني فرض غرامات قد تصل إلى 150 لكل موظف في مؤسسات الحكومية. هل يبدو أن هناك بشير؟ هل يبدو أن هناك رغبة؟ يعني يبدو أن هناك استجابة لدى المواطنين للالتزام بمقررات خلية الأزمة في الإقليم؟ نعم سوداد، أكيد يعني هناك استجابة كبيرة من قبل مواطني إقليم كردستان، خصوصا يعني ما لاقوا من يعني أزمة كورونا السابقة، حيث يعني راح ضحيتها الآلاف من المواطنين، وكذلك حقيقة هناك يعني شهدت الأسواق في تلك الفترة يعني جمود كبير. نعم. وأيضا الحركة السياحية كانت يعني ضعيفة جدا في إقليم كردستان، والجميع يعرف أن الحركة السياحية هنا في إقليم كردستان تعتمد بشكل كبير على المجاميع السياحية. نعم. من وسط وجنوب وغرب العراق إلى إقليم كردستان. يعني أيضا يعني نعم. حقيقة سوداد يعني فقط خلينا نضع المشاهد الكريم بآخر إحصائيات فيروس كورونا وعدد الوفيات. نعم، عدد الوفيات والإصابات، حيث وصلت عدد الوفيات بحدود 3000 حالة وفاة، وأيضا يعني عدد الإصابات تجاوز 120 حالة إصابة، وحالة الشفاء تقترب من 70 إصابة في عموم إقليم كردستان. عافانا الله وإياكم يعني والجميع يعني تحذيرات كبيرة. نعم، لذلك ندعو أيضا بدورنا من هذا المنبر للالتزام بالإجراءات الوقائية المتخذة حتى هذه اللحظة أو التي وجهت بها خلية الأزمة. مراسلنا من أربيل بشير الحسن، شكرا جزيلا لك. كذلك شكر موصول لمراسلنا من بغداد علي عبد الكريم، ومن مدينة الفلوجة السلام خالد. الأخبار مستمرة. سجلت وزارة الصحة في الموقف الوبائي اليومي انخفاضا ملحوظا في عدد الوفيات، حيث بلغت 7 حالات في عموم البلاد، فيما بلغت عدد الإصابات 1127 إصابة جديدة،
وأعلنت الوزارة أن العدد الكلي للوفيات وصل إلى 12744 وفاة، مبينة أن عدد الإصابات الكلي وصل إلى 588803 حالات، مؤكدة أن المجموع الكلي للحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 527341 حالة من فيروس كورونا. تأتي تلك الإحصائية في ظل التحذيرات من سلالة كورونا جديدة وإجراءات غلق تشهدها المرافق الاجتماعية كافة. أعلنت وزارة الصحة أنه لا يوجد أي مخاوف من لقاح كورونا الجديد، مشيرة إلى أن مضاعفاته جانبية. وقالت وزارة الصحة أن الشركات المنتجة للقاح ستتكفل بنقله إلى العراق، مبينة أنها باشرت بتوفير المستلزمات اللوجستية لاستقبال اللقاح. إلى ذلك أيضا حذرت وزارة الصحة من استغلال قرار الإغلاق لترويع المواطنين، مبينة أن الموقف الوبائي تحت سيطرة ملاكات الوزارة وأن الإجراءات المتخذة هي إجراءات احترازية. وكان رئيس الوزراء قد أكد في وقت سابق أن جميع الإجراءات الحكومية الإصلاحية باتت محل انتقاد، الغرض منه هو الدعاية الانتخابية المبكرة، داعيا الكتل السياسية إلى المصداقية في التعامل مع القضايا التي تهم حياة المواطنين. أحبطت القوات الأمنية اليوم مخططا لاستهداف قاعدة عسكرية أمريكية في مطار بغداد بصواريخ متطورة حسب بيان لوزارة الداخلية، فيما أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي عن إفشال مخططات عديدة لاستهداف المنطقة الخضراء، مبينا أن القوات الأمنية تعمل على حماية البعثات الدبلوماسية، فيما أكدت القوات الأمنية إحباط هجوم صاروخي يستهدف مبنى محافظة الأنبار وتم اعتقال عدد من الإرهابيين. قلل قائد القيادة الوسطى الأمريكية كينيث ماكنزي من احتمال نشوب صراع بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه اعتبر أن هناك خطرا كبيرا لقيام إيران بتهديد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. وأضاف ماكنزي في مقابلة مع شبكة ABC الأمريكية أن الاستخبارات رصدت احتمال حدوث هجوم داخل العراق من قبل إيران أو الجماعات المدعومة منها، وأكد أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد ولا إلى الحرب مع إيران، كما أعرب عن اعتقاده بأن إيران لا تريد حربا مع الولايات المتحدة على الأقل في الوقت الراهن. أعلنت حكومة إقليم كردستان أنها طلبت من واشنطن إرسال قوات إلى الحدود بين الإقليم وكردستان سوريا. وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل أن حكومة الإقليم طلبت رسميا من أمريكا إرسال قوات إلى الحدود لإظهار حسن نية الإقليم بأنه لا يريد الحرب، مشيرا إلى أن تلك القوات تساعد على حماية الحدود بشكل أفضل. إحباط هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية بمطار بغداد، وواشنطن تحذر طهران من تهديد مصالحها في العراق. أما الآن ينضم إلينا الخبير الأمني ماجد القيسي. أهلا بك سيد ماجد. حكومة إقليم كردستان يبدو أنها طلبت أخيرا من واشنطن إرسال قوات إلى الحدود، تحديدا بين حدود الإقليم وسوريا المجاورة له. برأيك يعني تداعيات مثل هكذا طلب، يبدو أن هناك محاولة لتدويل هذا الملف. مساء الخير. الحقيقة لحد الآن لم يتضح بالضبط طلب الإقليم والأهداف من وراء ذلك، لكن أعتقد أنه لمسك الحدود أو لمراقبة الحدود السورية التي الإقليم الذي يمتلك معها
حدود في منطقة فيشخابور ومناطق جنوب فيشخابور إلى اليعروبية تقريبا، لكن هذا الطريق هو طريق استراتيجي للدعم اللوجستي الأمريكي، يعني تستخدمه القوات الأمريكية للتوغل داخل العمق السوري لدعم قواتها هناك، وبالتالي فهو مراقب تقريبا من قبل القوات الأمريكية. يبقى التهديدات التي يتكلم عنها الإقليم وهي التنظيمات الإرهابية مثل داعش، واحتمال أن يقوم بالتسلل عبر هذه الحدود، والطلب جاء بالنظر لما تمتلكه القوات الأمريكية من معدات وقدرات أخرى على مراقبة هذه المنطقة. نعم، أيضا هناك تخوفات تترافق مع مثل هكذا طلب تقدم به الإقليم أخيرا، هناك يعني بوادر تهدئة ربما من نوع ما، باستثناء طبعا مخاوف أيضا أمريكية مع اقتراب الذكرى السنوية لاغتيال الجنرال قاسم سليماني، لكن حتى اللحظة الطرفان الولايات المتحدة وإيران يستبعدان مواجهة مسلحة على الأقل في الفترة القليلة المقبلة. الحقيقة الإقليم لديه تجربة سابقة عندما تم قصف مطار أربيل قبل فترة من قبل بعض المجاميع، ومن ثم يعني طلب الإقليم حماية مشددة للمناطق التي تفصله عن باقي الأراضي أو المناطق سواء كانت في نينوى أو مع الحدود مع سوريا. هذا هو التجربة التي يسترد إليها الإقليم من أجل حمايته من أي تهديدات أخرى، ولكن الصراع الأمريكي الإيراني اليوم يتخذ منحى آخر وخطوط أخرى. هناك تصعيد إعلامي، هناك أيضا إرسال قوات إلى المنطقة. أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية هي اليوم متمسكة باستراتيجية الردع، وهذه هناك مؤشرات على ذلك من خلال إرسال، لكنها لن تتعدى ذلك. لن تتعدى ذلك. نعم. أليس كذلك؟ نعم لو سمحتي لي، عندما ترسل طائرات في 52 أو حاملة الطائرات نيمتز إلى المنطقة هي رسائل إلى إيران، ولكن الملفت للنظر أنه لأول مرة القوات الأمريكية أو واشنطن تعلن عن تنقلات لغواصاتها، وغالبا ما يعني يغطي هذه التنقلات السرية التامة. الولايات المتحدة اللي بدك تمتلك 18 أو 18 غواصة وجميعها نووية. وبماذا يفسر ذلك؟ يفسر هو رسالة ردع إلى إيران وإلى وكلاء إيران والأدوات التي تستخدمها في المنطقة، ولأول مرة يعني في التاريخ أنه في تاريخ قيادة قوات الغواصات النووية أو الغواصات الأمريكية تعلن عن تحرك غواصة في بحر العرب وتروم الدخول إلى الخليج العربي، وتظهر بشكل واضح على سطح المياه وليس في عمق المياه، وهي USS جورجيا، وهذه الغواصة تمتلك 78 صاروخ ما بين صواريخ نووية وأخرى تقليدية والطوربيدات، ويرافقها أيضا فريق من المدمرات أو الفرقاطات أو سفن السطح الأمريكية. إذن هي اليوم رسائل استعراض قوة ورسائل ردع في توقيتين مهمين. التوقيت الأول هي عملية الانتقال ما بين ترامب وبايدن، والتوقيت الثاني الذكرى السنوية لاغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وما ذكره ماكنزي بأنه لا تسعى لا واشنطن ولا إيران إلى حرب المنطقة. أعتقد ليس في صالح إيران في هذا الوقت، وليس أيضا من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الوقت، وما يجري هو ضمن حدود الردع. نعم، توضحت الصورة. الخبير الأمني ماجد القيسي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. الأخبار مستمرة. دعا رئيس الجمهورية برهم صالح إلى تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية
من أجل فرض النظام وتأمين سلامة البعثات الدبلوماسية وأفرادها من الاعتداءات التي تمثل تحديا لسلطة الدولة واستهدافا لسيادة البلد واستقراره. جاء ذلك خلال لقائه بوزير الدفاع جمعة عناد، حيث شدد على ضرورة ملاحقة الجماعات الإرهابية الخارجة عن القانون ووقف نشاطاتها وتسليمهم إلى العدالة، ومنع تكرار الأفعال التي من شأنها أن تزعزع الأمن العام، واتخاذ التدابير والإجراءات كافة الكفيلة بحماية أمن وممتلكات المواطنين والمنشآت والمباني الحكومية. أعلن رئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب أنه سيحمل إيران المسؤولية في حال قتل أي أمريكي، في إشارة إلى استهداف السفارة الأمريكية في العراق. وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر أن السفارة الأمريكية في بغداد تعرضت إلى هجوم بصواريخ مصدرها إيران، مؤكدا سماعه لأحاديث عن هجمات إضافية ضد أمريكيين في العراق. هذا وأرفق ترامب صورة بتغريدته لصواريخ كاتيوشا قال إنها لم تنفجر. من جهته كشف موقع إكسوس الإخباري أن الولايات المتحدة تعتزم إغلاق سفارتها في بغداد عقب سلسلة هجمات بالصواريخ على المنطقة الخضراء. ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين أن تلك الخطوة من بين عدة خيارات مطروحة قد تشكل مقدمة للانتقام من إيران التي وصمها كل من ترامب وبومبيو بأنها دولة راعية للإرهاب. وأضاف الموقع أن السفارة قامت بدور محوري في دعم حكومة عراقية ضعيفة. وكشف الموقع أن السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر قد ينقل إلى أربيل أو إلى قاعدة عين الأسد الجوية إذا غادر بغداد. أعاد تلويح واشنطن بقرار إغلاق سفارتها في بغداد بعد سلسلة هجمات صاروخية على المنطقة الخضراء، أعاد التوتر إلى العلاقة بين البلدين مجددا في وقت اعتبرت فيه الإدارة الأمريكية أن الحكومة العراقية عاجزة عن حماية البعثات الدبلوماسية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الآتي. بعد سلسلة هجمات بصواريخ الكاتيوشا التي استهدفت السفارة الأمريكية، مجددا واشنطن تدرس إغلاق سفارتها بالعاصمة بغداد في خطوة ضمن خيارات أخرى قد تكون مقدمة لرد أمريكي ضد طهران التي تتهمها واشنطن بالوقوف وراء هذه الهجمات عن طريق دعمها لجماعات مسلحة في العراق. قضية إغلاق السفارة فهذا غير ممكن. السفارة الأمريكية في العراق هي أكبر سفارة في العالم للولايات المتحدة، والوجود العسكري في هذه السفارة وجود كبير، ليس سفارة دبلوماسية فقط وإنما ثكنة عسكرية فيها حتى كما تعلمون مقاومة إلى الصواريخ ومقاومة إلى كثير من القضايا، والقوات المتواجدة هي قوات كبيرة في داخل السفارة، فلا يمكن أن تجرأ الحكومة الأمريكية على غلق سفارتها في بغداد. تهديد واشنطن بإغلاق سفارتها في العاصمة بغداد قد يتسبب بارتدادات على المشهدين الأمني والسياسي، كما يشكل بحسب البعض حرجا كبيرا لحكومة الكاظمي التي أبدت واشنطن امتعاضا من عجزها في حماية بعثتها الدبلوماسية وقواتها من الهجمات الصاروخية. موقفنا معلن، يعني معلن من فترة طويلة. احنا مع خروج القوات الأمريكية او القوات الأجنبية من العراق، ومع تعضيد وتقوية سلطة وهيبة الدولة في العراق، واللي هي تتعارض مع وجود اي قوات أجنبية وخصوصا قوات عسكرية في العراق. لكن استمرار هذه الهجمات سواء على السفارة الأمريكية او على البعثات الدبلوماسية الأخرى، هذا الموضوع يحرج الحكومة العراقية ويحرج الدولة العراقية ككل. التوتر يتصاعد مع اقتراب الذكرى الأولى لمقتل سليماني، مع عزم الولايات المتحدة إغلاق سفارتها في العراق. يتنامى هاجس العراقيين من تصاعد الصراع الأمريكي الإيراني في البلاد، لا سيما مع استمرار هجمات الفصائل المسلحة ضد المصالح الأمريكية. فراس الدليمي، قناة الفلوجة، بغداد. أدان المشروع العربي في العراق قرار الرئاسة الأمريكية الذي عفى عن مجرمين قتلوا 14 عراقيا في بغداد عام 2007،
معتبرا القرار استخفافا بدماء المدنيين العراقيين الأبرياء وحقوقهم. ودعا المشروع العربي في العراق منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى رفض القرار والضغط على الإدارة الأمريكية لإلغائه، مطالبا الحكومة العراقية باستعمال حقها القانوني لدى المحاكم الأمريكية لوقف ذلك القرار غير الدستوري. كما دعا القضاء العراقي إلى مفاتحة المؤسسات القضائية الدولية لملاحقة الجنات والمطالبة بتعويض المتضررين من الضحايا العراقيين. وشدد المشروع العربي بالقول إن العفو عن مجرمين يخالف قواعد العفو الرئاسي التي أتاحها الدستور الأمريكي للرئيس، ولا ينسجم مع القيم الإنسانية التي تنادي بها الولايات المتحدة. أما الآن ينضم إلينا مدير المركز العربي الأسترالي للدراسات أحمد الياسري. أهلا بك سيد أحمد. يعني لنبدأ معك من القرار الأخير، قرار الرئاسة الأمريكية الذي عفى عن مجرمين قتلوا 14 عراقيا بدم بارد في عام 2007. تداعيات مثل هكذا قرار؟ تحياتي لحضرتك أستاذة سؤدد ولجميع مشاهدي قناة مون كريمة. طبعا هذا يأخذ يعني مساحة رمزية في نفوس العراقيين حقيقة، لأن هذه جريمة حصلت ارتكبها أمريكان، والقوات الأمريكية من المفترض أنها يعني مدعومة بقاعدة من القوانين العسكرية التي تتيح للقضاء الأمريكي أن يحاكم أي شخص يرتكب يعني جريمة عسكرية في أي ميدان من الميادين التي تتواجد بها القوات الأمريكية. ولكن هذا الموضوع حقيقة أنا أتذكر لحظات هذه الحادثة وأتذكر صور الضحايا، وقال يعني مشهد حقيقة مؤذي. ولذلك ترامب يحاول أن يعكر الصف والعلاقة القادمة مع بايدن. إذا نظرنا لها من هذا الجانب السعودي أيضا، هو يحاول أن يستخدم كل إمكانياته وقدراته الرئاسية للخزينة المتبقي من الوقت. يعني وكأنك تلمح لو كان يعني بايدن مكان ترامب في هذه المرحلة لما عفى عنهم، وكأنك يعني تلمح إلى هذه. لا يمكن. نعم. أبدا. بايدن ينتمي إلى مدرسة اليسار الليبرالي. الحزب الديمقراطي هو حزب يعني يمثل الوسط الليبرالي. لا يمكن أن يوقع بايدن. أنا لا أعتقد يعني ممكن أن يوقع، ولكن طيب. أعتقد ترامب يفعل هذا لأن ترامب لا يحترم القيم الليبرالية ولا يحترم حقوق الإنسان ولا يعترف بها. أما بايدن والحزب الديمقراطي بحسب تصوري لا اختلف الأمر، لأن مبررات الأمر يعني ترامب حينما عفى عنهم لديه مبررات لإعاقة أي خطة مستقبلية لبايدن لترطيب الأجواء مع العراق، ولكن بايدن ليس لديه أي مبرر لكي يقوم بهذا العفو الرئاسي. نعم. يعني ذكرت أنك يعني يستفز ترامب عندما أقدم على هذه الخطوة، هو يعني يحاول أن يستفز بايدن، لكن أيضا يبدو أنه يستفز العراقيين بشكل أو بآخر، خاصة أن السفارة الأمريكية أخيرا تتعرض إلى سلسلة من الهجمات، طبعا بالإضافة أيضا إلى القواعد الأمريكية الموجودة على الأرض العراقية. يعني وفي كل مرة أيضا الولايات المتحدة تحمل إيران المسؤولية عن تلك الهجمات التي تتعرض لها السفارة، ومن خلال طبعا فصائل مسلحة أو أذرعها في العراق أو في المنطقة. بالضبط أستاذ سند، أنا قلت في معرض تداخلي أنه الوحدة الرمزية من الموضوع هي المؤثرة في الواقع العراقي، هي هذه الوحدة الأهم من الموضوع. أما الوحدة الثانية فهذه وحدة أمريكية داخلية لا تهم العراقيين. العراقيون يهمهم حقيقة أن يكون القضاء العالمي والقضاء الأمريكي تحديدا، لأن أمريكا يعني من الدول التي يعني هي الراعية للعملية السياسية في العراق، وهي التي صنعت هذا النظام. ولذلك يجب أن يكون يعني أن تعطي انطباع أنها تحترم حقوق الإنسان وتحقق العدالة. هذا بحسب تصوري كعراقي. أنا غير متفاعل طبعا، وأنا أدعو لمحاكمة هؤلاء وأن يأخذوا قصاصهم العاجل كعراقي.
ولكن تعرفين ترام يا سيدتي، هذا رجل هو رجل يعني السياسات المفاجئة، هو دائما يحاول أن يخلق حالة من يعني الاستهامات طيب. الإرهابية. أيضا هناك تلويح، هناك تلويح سيد أحمد بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد العاصمة ونقلها إلى أربيل أو إلى قاعدة عين الأسد الجوية. يعني هذا التلويح في كل مرة، ما الهدف منه؟ بحسب تصوري الهدف هو رسائل إلى إيران وإلى العراقيين أيضا أن يعني يعاد بناء قواعد الاشتباك التي يعني اختلت بعد اغتيال قاسم سليماني، وكذلك بعد اغتيال أيضا العالم النووي في الداخل الإيراني وضرب العمق الأمني الإيراني. أمريكا متخوفة من ردود أفعال، لأن التقارير الاستخباراتية الأمريكية تشير إلى أنه إيران ممكن أن تستخدم أذرعها في العراق لاستهداف يعني لعملية انتقام لمقتل السيد سليماني ومقتل السيد بخرزاد أيضا. ولذلك الأمريكان يحاولون أن لا يكرروا سيناريو السفارة الأمريكية في ليبيا على سبيل المثال، ويحاولون أن يحفظوا أمن بعثاتهم الدبلوماسية. ولذلك العمق الكردستاني إن صح التعبير أو على مستوى القواعد، أنا أعتقد أن أمريكا ستتجه إلى المناطق الغربية، وعلى مستوى البعثات الدبلوماسية ستتجه إلى كردستان. وهذا طبعا يحرج يعني قادة المكون الشيعي الذين لم يحسنوا إدارة المشهد السياسي في العراق. مدير المركز الأسترالي للدراسات أحمد الياسري، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. تحسبا لسلالة كورونا الجديدة، الإغلاق الصحي يدخل حيز التنفيذ، وتحذيرات من استغلال الأزمات للدعاية الانتخابية. أما الآن ينضم إلينا رئيس مركز الغد للدراسات الدكتور علي عبد الرزاق. أهلا بك دكتور علي. يبدو أن هناك أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بك. يبدو أن هناك قرارات يعني تستغل انتخابيا، على سبيل المثال للحصر قرار الإغلاق الذي صدر من خلية الأزمة الحكومية أخيرا بعد انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا، إلى أي مدى يؤثر ذلك في ثقة الناخب في المرحلة المقبلة دكتور؟ يعني بالتحليل المنطقي لا علاقة ولا رابط لهذا الفيروس وتأثيره على الناخب العراقي، ولا يشغل هذا الشيء من أداته الفكرية للتأثير على الانتخابات، ولا تستطيع القوى السياسية الموجودة على الأرض العراقية أن توجه هذا الاتجاه لاستغلاله في الانتخابات. وإنما الموضوع هو موضوع عارض جديد وظاهرة جديدة قد يؤدي إلى انتشارها، إلى انتشار المرض وتعريض المواطن العراقي إلى أزمة مرضية شديدة جديدة يعاني منها. كيف بالتالي دكتور تنفي العلاقة، كيف يمكن نفي العلاقة بين القرارات الحكومية؟ وضربنا مثال القرار الأخير، قرار الإغلاق لمدة أسبوعين للمحال التجارية والمراكز، مراكز التسوق الكبرى في بغداد العاصمة بالإضافة إلى بقية المحافظات، بما يؤثر في قوة العراقيين وبين يعني ثقة الناخب في مجمل ما يتخذ من قرارات من قبل حكومة السيد مصطفى الكاظمي؟ يعني بالتحليل المنطقي هذه القرارات قد تكون فيها حالة من التسرع الغير قائمة على الأساس العلمي، لأن المعطيات الجديدة لم تتوفر داخل العراق بالصورة التي اتخذتها خلية الأزمة بالنسبة لهذه القرارات. قد يكون هناك هدف لتلافي ما حصل في المرحلة السابقة من أن قيل أن وزارة الصحة وخلية الأزمة
قد أهملت هذا الدور الوقائي في المرحلة الأولى من انتشار الفيروس، وهي تستبق هذه الحالة في هذه المرة لكي تبين أنها تهتم بالواقع الاجتماعي والحالات المرضية التي يمكن أن تؤثر على حياة العراقي. نعم. أنا أعتقد أن هناك صيغة من المبالغة ليس لها من الضرورة القصوى، قد تستطيع استخدامها السلطة لبيان مدى حرصها على الحفاظ على صحة المواطنين العراقيين. دكتور، ولكنها تعرضهم إلى أخطر من هذا. بس إذا تسمعين تفضل، ما هو الأخطر؟ تعرضهم إلى الإرهاب الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه سلطة الحكومة، وهو أخطر من أي شيء. لأول مرة أرى حكومة تفرض على شعبها حصارا اقتصاديا بدلاً من باب العدل والإحسان. دكتور، حتى لا نمضي بهذه النقطة دون أن نشير بأن الكتل السياسية بالإجماع وافقت على قرار الحكومة الأخير القاضي برفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، كانت واضحة، لا اعتراض من قبل الكتل السياسية كافة على ما اتخذ. هذا كلام، تفضل. هذا كلام غير دقيق، هذا كلام غير دقيق، وما ينقل عن الكتل السياسية وموقفها في هذا الجانب هو غير دقيق، وأنها معارضة والبنك المركزي كان معارضا، ولكن هذا إصرارا لوزير المالية ولحكومة الكاظمي على تجويع الشعب العراقي ووضعه في الأزمة الاقتصادية. لنكون واضحين، نعم، الأداء الحكومي يأخذ 17% دكتور من موازنة 2021. يعني مرت في مجلس الوزراء والكتل السياسية ممثلة في مجلس الوزراء من خلال وزرائها. أنا أعتقد بوضوح هذا الكلام غير دقيق. هذه هناك عمليات ضغط، هذه وقائع دكتور، ما غير الدقيق، هذه وقائع. تم تمرير موازنة 2021 بموافقة مجلس الوزراء كافة. تفضل دكتور. هذه الصورة التي تنقل هي صورة غير واقعية، وأن هناك خلافات شديدة، ولكن الحكومة تمارس دورا ضاغطا على القوى السياسية، والآن القوى السياسية كلها تنادي بعملية استعادة الموقف السابق، ويطالب البرلمان وهو الجهة التشريعية الذي يوافق على الموازنة القادمة بالعودة إلى ما كنا عليه، لأن هذه القرارات قرارات أضرت بالشعب العراقي وأضرت بالفقراء، ويبدو أن دولة رئيس الوزراء ووزير المالية بعيدين كل البعد عن واقع الشعب العراقي، وما تحدثه هذه التغييرات الاقتصادية. لقد اقتطعوا من أموال العراقيين. توضحت الصورة 25%. توضحت الصورة، وهذا ما لا يجوز. توضحت الصورة، وكأن قادة الكتل السياسية أقرب إلى الشارع. دكتور علي عبد الرزاق، رئيس مركز الغد للدراسات، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. طالبت حكومة إقليم كردستان الأمم المتحدة بالمشاركة كطرف ثالث في المحادثات بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد. وقال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في بيان له أن مشاركة الأمم المتحدة في المفاوضات تسهم في ضمان حقوق وواجبات كل طرف، مشيرا إلى أن حكومة الإقليم نفذت جميع التزاماتها في إطار الدستور، مؤكدا أن الإقليم لن يتنازل عن حقوقه الدستورية.
خشية تأثير السلاح المنفلت في عدد من المحافظات التي تضم مواطنين من الكرد، لكنها لا تتبع إلى إدارة إقليم كردستان تسعى أربيل وبإصرار إلى رقابة أممية دولية على الانتخابات المبكرة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الآتي. يعيش مجلس النواب العراقي على وقع حراك محموم لإيجاد حلول توافقية بين الكتل السياسية لإنهاء ما تبقى من قانونها المثير للجدل، عقدة تحل وأخرى تتشابك. فما بين هذا وذاك لم تتوقف رغبة تلك الكتل بتأجيل الانتخابات المبكرة، فيما تصر الكتل الكردستانية هي الأخرى على إجرائها بمراقبة دولية خوفا من التلاعب والتزوير بنتائجها. مع شديد الأسف لا تزال الحكومة ولا تزال القوى السياسية لم تهيئ الأجواء المناسبة لإجراء الحد الأدنى أو إجراء الانتخابات وفقا للحد الأدنى من النزاهة والعدالة التي تضمن ولو نسبة ضئيلة من التمثيل الحقيقي لأبناء الشعب العراقي. بالتالي هذه مشكلة كبيرة جدا. البرلمان القادم ربما لا ينتج برلمانا أو حكومة أفضل من الحكومات السابقة، على أنه التحديات الكبيرة الاقتصادية والتحديات الأمنية والمشاكل التي يعاني منها العراق. إجراء انتخابات تشريعية مبكرة قرار اتخذه رئيس الوزراء الكاظمي ولد من رحم الاحتجاجات التشرينية، فبعد تجاوز التصويت على دوائرها الانتخابية وتمويل نفقاتها ماليا تظهر مشكلة المحكمة الاتحادية بنصابها غير المكتمل، فلا بديل عنها كونها الجهة المسؤولة عن تصديق نتائج الانتخابات. انتخابات مبكرة هناك عدة عراقيل، سواء كانت عراقيل قانونية أو فنية أو لوجستية، فإذا ما عدت أو عبرت العراقيل الفنية واللوجستية هناك عرقلة أخرى هي العرقلة القانونية والتصديق على قانون المحكمة الاتحادية اللي كان أصبحت هناك ثلاثة قضاة لا يوجد في المحكمة الاتحادية، بالتالي هي محكمة غير مكتبة النصاب، فهذه عرقلة بالتأكيد أمام الانتخابات المبكرة. تتجدد المخاوف لدى أقليم كردستان من تكرار سيناريوهات سرقة وتزوير الانتخابات، فما بين السلاح السائب ونفوذ المال السياسي تتصاعد المطالبات بالإشراف عليها أمميا ودوليا. يبقى السؤال مفتوحا بمدى قدرة الدولة ونفوذ أصحاب المال السياسي، صراع محتدم بينهما، فمن سيكون المنتصر والأيام دول. من أربيل بشير الحسن، قناة الفلوجة. في خطوة نحو التدويل، أربيل تدعو الأمم المتحدة لتكون طرفا ثالثا في مفاوضاتها مع بغداد. أما الآن ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي محمد زنجنة. أهلا بك سيد محمد. حكومة إقليم كردستان طلبت من الأمم المتحدة بأن تكون طرفا ثالثا في مفاوضاتها مع بغداد، وكأن كل ما تم الحديث عنه في وقت سابق بأن تلك القضايا العالقة بين المركز والإقليم بدأت في الحلحلة ذهب أدراج الرياح. نعم، مساء الخير. طبعا هذا لا يعني بأن الحكومة العراقية لا توجد لديها رغبة في حلحلة المشاكل الموجودة بين الطرفين، بل بالعكس هناك رغبة واضحة وجدية جدا من قبل هذه الكابينة الحكومية لإنهاء هذا الملف، ولكن هناك مشكلة أكبر من الحكومة. الأطراف السياسية ذات الطابع الميليشيوي التي تكبل يدي الحكومة والتي تخنق الحكومة، هذه الأطراف هي التي جعلت حكومة إقليم كردستان أن تطالب بوجود طرف أممي يشرف على هذه المفاوضات. نعم هناك الكثير من المباحثات والاتفاقيات التي عقدت بين حكومة إقليم كردستان وبغداد. هناك مسائل دستورية لم تنفذ. هناك الكثير من المسائل ذهبت أدراج الرياح كما تفضلتي. لذلك يعلم. أعتقد بأن مسألة سيد محمد، لكن الكل يعلم بأن دور الأمم المتحدة أو وجود الأمم المتحدة أو حتى ما يتخذ من قبل الأمم المتحدة ليس ملزما لأحد. نعم، الطرف الأممي لا يشترط أن يكون لوحده الأمم المتحدة، يعني الأمم المتحدة لوحدها لا يمكن أن تكون هي الوحيدة التي تتواجد في الإشراف على هذه المباحثات. شئنا أم أبينا الطرف الأمريكي هو اليوم المتحكم الوحيد بالعملية السياسية العراقية، وهي عرابة العملية السياسية العراقية الجديدة بعد عام 2003، ومع أنها تريد اليوم وتتناقش خلال هذه الساعات التي نشهدها تتناقش حول مسألة
إفراغ السفارة الأمريكية من موظفيها ومن عسكريها ونقلها إلى أقليم كردستان أو إلى مكان آخر، ولكن الطرف الأمريكي أيضا يجب أن يكون موجودا. نعم الطرف الدولي الأممي الأمم المتحدة من الممكن أن لا يكون كلامه مجبرا للتنفيذ بين الطرفين، ولكنها أمم متحدة، ولا ننسى أن أقليم كردستان مرتبط بالأمم المتحدة منذ عام 1991 في إطار قرار 688. هذا القرار ما زال موجودا وما زال نافذا ولم ينتهي. إذن كردستان هي تحت حماية دولية، بدليل أنه في عام 2017 عندما أراد العبادي الهجوم على أقليم كردستان واحتلال أربيل، كل الأطراف الدولية وقفت ضده ومنعته من الزحف نحو أقليم كردستان ونحو أربيل. لذلك أعتقد أن هذه المسألة أيضا هي نقطة مهمة. تواجد الأمريكي، التواجد الدولي، تواجد الأمم المتحدة. سيد محمد، ما الذي قد يصطدم به ذلك الطلب الذي يعني صدر من حكومة أقليم كردستان؟ مسألة لا توجد اصطدامات، يعني لا اصطدامات متوقعة. الطرف الأممي من الممكن طبعا بمعارضة القوى السياسية، لكن الاصطدام، الصدمة الحقيقية أيضا لا تكمن في مسألة المعارضة، لا، الصدمة الحقيقية ستكمن في مسألة استخدام القوة المفرطة لفرض أجندة معينة لمسألة التوافق والتوصل إلى حل بين الجانبين. هناك أطراف سياسية اليوم تهدد وبشكل علني بقلب العملية السياسية رأسا على عقب. هناك قادة سياسيين مغمورون يريدون أن يغيروا العملية السياسية العراقية من الألف إلى الياء باستغلال الشارع، باستغلال مجلس النواب. هذه هي الصدمة الحقيقية من التي من الممكن أن تواجهها كل الأطراف وليس أقليم كردستان وهي فقط. طبعا الخشية التي أعلنها الإقليم أخيرا. الكاتب والمحلل السياسي محمد زنقنة، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. أعلن النائب أحمد الجبوري موافقة مديرية تربية نينوى على إعادة بناء عدد من المدارس في المحافظة. جاء ذلك خلال استقباله مدير عام تربية نينوى يوسف السبعاوي في ناحية الشهرة للاطلاع على المشكلات والمعوقات التي قدمها مديرو المدارس ومعالجتها. أكد الجبوري استحصاله الموافقة على ترميم عدد من المدارس الآيلة إلى السقوط وبناء مدارس جديدة وسد النقص في الكوادر التعليمية. برعاية الأمين العام للمشروع العربي في العراق الشيخ خميس الخنجر وبإشراف مباشر من القيادي في المشروع خزعل الويزي، باشرت كوادر هندسية وفنية بإصلاح وتعبيد طريق رئيسي يربط قرى عديدة في نينوى. وأكد الويزي أن الإصلاح والتعبيد سيشمل كامل الطريق الرابط بين قريتي الوائلية والإتمارات، فقد كانت تلك المناطق تعاني من انقطاع الطرق في فصل الشتاء. وأثنى أهالي القرى على جهود المشروع العربي والشيخ خميس الخنجر والذي استجاب لمناشدتهم في حين تجاهلتهم الدوائر المعنية في تلك المحافظة. يبلغ عدد سكان هذه القرى ما يقارب 15,000 نسمة ولا يوجد طريق لهم لمدة سنوات، وبعد مناشدة أهلنا لنا قمنا بإيصال مناشدتهم إلى المشروع العربي وخصوصا إلى الأمين العام للمشروع العربي في العراق الشيخ خميس الخنجر، وتم تلبية نداءهم هذا وقمنا بتعبيد وتبليط الطريق الذي يبلغ طوله 4.5 كيلومتر. مدة العمل ما يقارب 20 يوم. في الحقيقة مدة العمل كانت قصيرة جدا، وذلك بتضافر جهودنا بعد مناشدة أهلنا بفصل الشتاء وانقطاع الطريق لهم. ضافرنا الجهود الجهة المنفذة المشروع العربي وكان الإشراف من قبلنا، والحمد لله اليوم ارتسمت البسمة على أهالي هذه القرية. استكمالا للبرنامج الخدمي الذي يقدمه المشروع العربي في محافظة نينوى، أكملنا اليوم حملة الطرق الترابية لبعض القرى لأهلنا في غرب نينوى، وجئنا هنا إلى هذه القرى وشاهدنا بأم عيوننا حجم الاستفادة التي يتلقاها أهالينا في هذه القرى. مجموعة قرى إتمارات، ليس قرية واحدة بس مجموعة من القرى، تعاد قصبة إتمارات، كانت تعاني لفترات طويلة من أزمة حقيقية في مجال الطرق الخارجية والداخلية. يعني شبكة الطرق الخارجية اللي تربطها في الشارع العام كانت متدهورة جدا. فاليوم الحمد لله بجهود المشروع العربي والشيخ خميس الخنجر تم القضاء على هذه المشكلة وتم إصلاح الطرق، واليوم أهل القرى في قصبة إتمارات يشكرون المشروع العربي وعلى رأسهم الشيخ خميس الخنجر.
إذن سلالة جديدة من كورونا تتسبب في إغلاق الأسواق التجارية الكبرى في بغداد والمحافظات وإحباط هجومين، واحد في بغداد وآخر في الأنبار. هذا تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. تحسبا لسلالة كورونا الجديدة، الإغلاق الصحي يدخل حيز التنفيذ وتحذيرات من استغلال الأزمات للدعاية الانتخابية. مخاوف من تأثير الإغلاق الصحي على الوضع الاقتصادي وخليات الأزمة تدعو المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصحية. وإحباط هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية بمطار بغداد وواشنطن، تحذر طهران من تهديد مصالحها في العراق. رئيس الجمهورية يشدد على حماية البعثات الدبلوماسية، وواشنطن تلوح بإغلاق سفارتها في بغداد. وفي خطوة نحو التدويل، أربيل تدعو الأمم المتحدة لتكون طرفاً ثالثاً في مفاوضاتها مع بغداد. المزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار وغيرها تجدونها على موقعنا الفلوجة.تي في أو من خلال صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بعافية.